بس إبراهيم الحسة حسة كانت مستوى أصلقة. إبراهيم البطل أوروبا بطل عالمي معروف، عنده 60 مقابلة لعبة احترافية وعنده 51 فوز وعنده 40 بالكاو. شكرا على الزيارة ديالو لجمعية أبطال الدريوش وكنتمناو يجدد الزيارة إن شاء الله. صفارحة كوميري غدا نهار إن شاء الله باش نكمل نجي نساعدو في التريليا وإن شاء الله. شكرا. ان شاء الله حتى نتوما بغيناكم تكونوا ابطال وكون هو القدوه ديالكم باش ان شاء الله حتى نتوما تشرفونا تولوا ابطال عالميين وتعرفوا ان الرياضه هي اخلاق وتهذيب للنفوس قبل ما تكون منافسه خصك تكون مؤدب ويكون متخلق ونكون رياضي مزيان ماشي تصفيق على الاستاذ. كتربح البطلة هي مريم شبه هي بطلة المغرب لفئة البراعم وكذلك البطلة مريم شبه يعني كانت بطلة للجهة الشرقية 7 مرات وأخيرا الحمد لله كانت واحد النتيجة جد مشرفة حيث شاركت بمدينة وجدة واحتلت المرتبة الثانية بمشاركة 20 دولة أجنبية. تصفيقاتكم الأستاذ. بطل ابن مدينة الدريوش السي إبراهيم قلاع تصفيقاتكم على السي إبراهيم قلاع والبطلة كذلك ابنة الدريوش مريم شبة الصاعدة. فقط نبدأ عن
البطل السيد ابراهيم الملاح لعب 60 مقابله في اوروبا، فاز ب 51 مقابله، 40 يعني مقابله فاز فيها بالضربه القاضيه، بطل اوروبا وكذلك بطل هولندا. تصفيقات كون السيد ابراهيم.